فين قوارب المسلمين والعرب؟ ليه مراكب دانكيرك ما تبقاش موجودة دلوقتي في قطاع غزة؟ أنا عارف حد دلوقتي يقول لي طب إحنا نعمل إيه؟ أنت عايزنا نعمل إيه؟ لا، ما هو إحنا ختام الفقرة دي هي مراكب دانكيرك الحالية، هي خطة إنقاذ قطاع غزة إنسانيا. مرة تانية مش بكلمك على عسكرة ولا مقاومة ولا جيش ولا سلاح، ما بكلمكش على كل ده لا سمح الله، أنا بكلمك على مراكب مدنية لإنقاذ بني أدمين جنبك بيموتوا. إيه المراكب اللي ممكن تستخدم دلوقتي؟ أول مركب من مراكب دانكيرك هي إدخال المساعدات. دخل المساعدات يا جماعة، الناس اللي مش عارفة تركب البحر من بورسعيد ومن السويس ومن إسماعيلية وتوصل من البحر لقطاع غزة، وإن كان غيرك عملها، يعني القصة دي أنا مش بحكي لك حاجة من خيال، بحكي لك حاجة من أقل من 100 سنة حصلت، مدنيين زي وزيك ركبوا مراكبهم وراحوا من البحر. فعشان بس ما حدش يقول لي انت ايه اللي بتقوله ده، لا يا عزيزي حصل. ايوه في ناس ركبت من بورسعيد ومن زي بورسعيد والاسماعيليه والسويس ومن دمياط واسكندريه وركبوا البحر وراحوا هناك عند غزه كسروا الحصار. بالظبط، ركبوا من دوفر ومن الساحل البريطاني، عبروا القناه بقوا في دانكيرك، ركبوا العساكر ورجعوا. انت ممكن تعمل مراكب ادخال مساعدات، قوافل اغاثيه بحريه، ممكن تروح تتحرك على المعبر، ممكن تتحرك هناك وتودي مساعدات لاهالي غزه، ممكن تضغط على الحكومه بتاعتك. فده مركب من المراكب الحاليه، مركب المظاهرات. امبارح مظاهره نقابه الصحفيين، ليه ما تنزلوش تضموا عليها؟ ليه الناس ما تبقاش موجوده في الشوارع وبتتكلم وبتقول يا جماعه اخواتنا بيموتوا، يا جماعه المركب اللي نقدر نركبها دلوقتي هي المظاهرات الحاشده. يا للعار ويا للعار، مصر مشاركه في الحصار، عيب، افتح المعبر. مركب الاعتصامات السلميه، انك تتحرك في نضال سلمي تضغط على النظام اللي انت فيه. مش بكلم مصر بس، بكلم الكل. التوجه بقوافل، مسيرات ضخمه للمعابر المغلقه، ليه ده ما يحصلش؟ ليه ما نعملش اسطول حريه عربي ضخم ينطلق نحو شواطئ غزه؟ احنا مش رايحين نحارب، احنا مش رايحين نودي سلاح، احنا رايحين نودي بسكوتة للبنت اللي وقفت عند برج المراقبة المصري تقول للعسكري المصري يا عمو بدي بسكوتة. تخيل حضرتك، احنا رايحين نودي لهم بسكوت.